كملش 5 سنين ونهار، 5 سنين ونهار عاد شدوا الدريه اللي كتشبه ليا في اكادير. ويلا شتي اخويا تقول انا اللي تنهضر معاك دابا ديالي راه ديال مقسومه على جوج. كنت فاجئ واحد الصباح غدا كنفطر توقفوا عليا رجال الامن مشي معانا. قلت لي ما ماشي مشكل نمشي معاكم واش كاينه شي حاجه. قال لي الله خشيش لي واش عارفي غادي كيضحكوا معايا ماشي على اساس فهمش. انا شوف نقول لك واحد القضيه، انا كنت قبيحه قلت واقيلا شي وحده ضرب شها ولا شي لعيبه ولا هادي تقدر، ولكن ما ظنيتش بانني انا غنطيح في هذاك المشكل الكبير. غدا كنضحك ما حيت ما دايراش ما دايراش واش فهمتي. ملي وصلت للكوميسيريا تنقول لي الشاف بغيت نعرف واش مضاربه مع شي وحده، وقال لي كون كانت مضاربه كاع من جيبك. ويبدا يدخلني او الشك كيفاش كون كانت مضاربه وعلاش جايبني. قال لي خصك يجي الشاف ويقول لك. صافي هذيك بقيت باركه خويا، بقيت باركه كنتسنى كنتسنى كنتسنى. جا الشاف ديالهم ويقول لي، قال لي مدخلوها عندي للبيرو. دخلت عنده للبيرو قال لي بنتي عيطي على داركم. قلت له خويا الله يرحم لك الوالدين با قبيح لا داعي نعيط لدارنا، الا كان شي مشكل انا نفكها. قال لي لا اختي هذه راه ماشي مشكل صغيره، عيطي لداركم ولا عطيني رقم با كنعيط ليه. قلت له ماشي مشكل. عطيته الرقم ديال با عيط ليه. جا عندي با، جا عندي هو دخلوا للبيرو. خرجت انا برا بقاش يهضر مع با شي نص ساعه، ويخرج عندي با ويدير فيا. قال لي شوف، قال لي غنقول لك جوج كلمات. قال لي من هنا ونسيب باك من هنا. قال لي انت ما بنتي وانا ما باك، انا مبري منك. اه تنقول لي انا ما فاهم، انا لحد الان دابا وباقا ما فاهمه في هذا الفيلم كامل اللي طرا ما فاهمه حتى شي حاجه. ما عليناش اخويا، المهم هو يدخلني هوايا كيعمرني انا بحال شي مسطيه ولا شي حشره باركه حدا. هو تيعمر هو تيعمر ما تيسولنيش. الغريب في الامر هذا السيد ما سولنيش اشنو ولا نورمالمون خاص يسولك يتناقش معاك. ما سولنيش حدو كيشوف فيه وتيعمر، تيشوف فيه وتيعمر اللي بغا هو. دونك يعني يا واش مغامره واش عند الله مرحبا بها. الا كانت معاك لا بلا سماح لي انا تنغدى قدام الله. شو انا حياتي ضاعت. هادشي اللي كنعاود فيه غير عباره لوحدين اخرين، باش الا ربما ربما يوقع شي واحد مظلوم بحالي خصو يهضر على حقه ويوقف على حقه ويتابع حقه. انا حقي عند الله. عمر يا خويا صافي داوني داوني عند قاضي التحقيق. دخلوا معايا جوج الناس، دخلوا معايا جوج دريات ودري، دخلوا معايا باقا ما عارفاش شنو المشكل يعني. واقسم بالله باقا ما عارفه والو. انا قلت لك غاده بحال شي حماره بحال شي بهيمه، حاشاكم حاشا هاد الناس بحال شي بهيمه وغاده. دونك ما عليناش. هي هذيك دخلت عند التحقيق، دخلت الدري قالت لي هي هذه، دخلت الدري قال لي هي هذه، دخلت الدري الاخرى قالت لي هي هذه. ثلاثه كلهم قالوا هي هذه. صافي خويا بقاو كيشوفوا. كنقول لهم بغيت نعرف شنو هي اللي هي هادي، ويقول لي اختي الله يدير لك شي تاويل ديال الخير. قال لي واش اخبارك؟ قال لي راه عندك عندك القتل. وانا نغيب قلت لي كيفاش عندي القتل وانا ما عرفتي. كنت بحال شدتني السيريه كنغوش اقسم بالله. شي دقه ديال التحقيق انا بقيت فيه وعرفني ما دايراش. صافي هو حيت هو ما عنده ما يدير، هو جابوا لي الدوسي ديالو خصي صيفطوني للاصلاحيه. دخلت الاصلاحيه يعني صافي حياتي مشات دمرات وسط الاصلاحيه. حطيت رجلي في الاصلاحيه، حطيت رجلي مشات راضيه حيت ما كانش عليا نورمالمون نوصل لهذيك البلاصه اللي هذيك كتب علي بسم الله يدير شي تاويل للجميع. يعني هذيك البلاصه راه ما غاتبغيهاش خويا العدو، ما غاتبغيهاش العدو فهمتي. صافي هذيك اخويا قايش اصلاحيه، وانت عارف الاصلاحيه والوسخ ديال الاصلاحيه والحياه ديال الاصلاحيه والظل ديال الاصلاحيه. صافي مشات حياتي، عرفت راسي ضعت، عرفت راسي مشيت فيها الى الابد. كملت 17 عام هزوني العكاش. جريمه شنو كانت؟ جريمه القتل. انت بحال الان باقا ما عرفتيش في السيده اللي ماتت؟ لا تنهار شدوها في اكادير قاتله صاحبتها. مشيت العكاش اش غنقول لك؟ حياة عكاشة شاني والعذاب ديال عكاشة. وإلا بغيتي تعيشي في عكاشة خاصك تكوني كما كنقولوا حنا ديب ولا ياكلوك الدياب في عكاشة. كاين الحقرة، كاين الظلم. شوف موظفة تقدر تبيعك ب 20 درهم ما عندهاش مشكل. الحوت الصغير كياكل الكبير، ما كاينش كلشي باك صاحبي.
تقدرش ديري بلاصتي؟ قدرت ندير بلاصتي، غامرت براسي بقيت كنضرب في لحمي باش ندير بلاصتي. تبليت وسط الحبس، يعني خرجت العين الحمراء كما كيقولوا، باش يلا حيت عندي حبس ما عنديش شهر ولا شهرين، غير البدل اللي قالوا لي غنديرها. ما حكموش عليا، بقيت غير هذاك تحقيق، ما تحكمش ما والو، غدا تحقيق. كنمشي وكنجي شهرين، ثلاث شهور، اربع شهور، خمس شهور، حتى كملت خمس سنين ونهار، خمس سنين ونهار. عاد شدوا الدريه اللي كتشبه لي باكادير. ويلا شتي اخويا تقول انا اللي تنهضر معاك دابا. ديالي راه ديال مقسومه على جوج. انا ما كنتش داير نضادر، انا نضادر درتها مشي لهنا لهنايا، انا ما كنتش داير لا نضادر لا والو، فوتوكوبي ديالي. موظفه قالت لي شوفها راضيه، قالت لي الا عندك شي زهره شدو الدريه اللي كتشبه ليك. قلت لها سير ضحكي على راسك بحال هكا، هي هذيك اخويا وداوني السبيط. اه ما كنتش نقدر نكون شاكة باك ولا مراشي ولا توأم ديالي ولا الله اعلم. هي هذيك اخويا ما عرفتش، عندي 14 عام ما عاقلاش، ما عرفتش. الغريب في امر انا هادشي كامل ما عرفتوش، واش من عند الله ولا من عام ما عرفتش لحد الان. شوف انا غدا جسد، الروح راه ما كايناش، جسد كنعيش نهار بنهار. وقت ملي شدوها قالت لهم هي انا براءة صافي الله سبحانه وتعالى، ترى ماشي كاينه انا، كاينين عداد مني انا مظلومين، ولكن راه الحق عند الله. صافي الغد انا غنخرج، ويا ريت اخويا ما خرجتش. خرجت لقيت با ولقيت جيراننا كما كنقولوا فرحانين بان راضيه خرجت براءه، ولكن ما تقبلنيش با. ما تقبلنيش. قال لي شوفي بنتي خرجتي براءة، ولكن من هنا انا ما عنديش بنت اللي تجي ويقولوا بنت فلان كانت مشدودة. هذا و... الله وقدر. قول لي قول لي هما ما عندهمش هذا. ما قلتيش لي انا بالله يوسف. واش انا تشكيت لي على رجليه؟ لا حياة لمن تنادي. جبد لي 3000 درهم، قال لي هادشي باش غنقدر نعاون. قلت لي ما بغيتش 3000، بغيت دارنا، بغيت بلاصتي، بغيت خوتي. قال لي نساي. علي شو شو الله يسمح لي هذاك با، ما عندي من دير لي انا كيما كيكون غيكون با. الله يسمح لي، الله يسمح لي. شوف خويا واش انا نضر مع با؟ ما يمكنش. انا هي الضحيه في هادشي كامل. الله يسمح لي. من بعد ملي ما رحتك با شنو درتي؟ خرجت للشارع، خرجت الاجرام، خرجت القرقوبي، خرجت الحشيش، خرجت الفانيد، خرجت الكريساج. انا كنت كنقول كنتقم من عباد الله، ولكن انا كنت كنتقم من راسي. صافي بقيت كنخبط حتى وليت ضاربه 18 عام ديال الحبس. علاش رجعتي؟ بقيت داخله خارجه، صافي حياتي هي ديك البلاصه. ايش ما بقيتش كنحمل شي واحد يهضر معايا، كنقول كلشي ظالم. اللي والدني وما مرحمنيش غطرح غير رحمني المجتمع، غير رحموني ناس في الزنقه، حتى واحد ما غير رحمني الا الله سبحانه وتعالى، برحمه الله سبحانه وتعالى. انا نقول واحد، انا ايماني قوي بالله، كنطيح وكنوض، كنطيح وكنوض، وخا المجتمع ما تيرحمش، ولكن انا برحمه الله سبحانه وتعالى واقف. حيت كون كان شي واحد اخر بلاصتي ربما ما يلقاوهاش. انتي صحاباتك مشاو برا. اه ربما حق المستقبل ديالك. اه كيبقى ماشي كيبقى في. انا شوف انا فرحانه اليوم من هنا، الله يسهل عليهم، وكنتمنى اليوم التوفيق وفي اي بلاصه، ولكن انا هذا الشيء اللي مكتشب عليا الله سبحانه وتعالى. شوفي المشكل ساعات انت ما عندك فيه لا، ما عندي لا علاقه بيه، قلب لي حياتي سفاعل عليها.